متى ينعقد العقد؟ طبعاً أنتوا درستوا نظرية تصدير القبول ونظرية استلام القبول، دي كلها حاجات إيه؟ نظرية. لكن المشرع المادة واضحة أوي، حد من المحامين يقولها كده، متى ينعقد العقد؟ زمان ومكان انعقاد العقد. يا جماعة ده سهل أوي. قولوا بقى حاجة. إيه؟ في الزمان والمكان اللي على رأي الجماعة اللبنانيين، عشان خاطر اللي بيعلم فيهما الموجب بالقبول. مش احنا ايجاب وقبول، والقبول وصح، والقابل بيصدر قبول، هيطلعوا في الهواء كده. ففي الزمان والمكان الذي يعلم فيهما الموجب بالقبول. طيب افرض لنا تاني كده معنى ادق شويه. ده بعدين نص الماده. لا هو نص الماده احنا ينعقد العقد في الزمان والمكان الذي يعلم فيهما الموجب، في زمان ومكان علم الموجب بالقبول. المفروض ان الموجب بيصدر القبول، والقبول يصل الى الموجب في مكانه في منزله. طب افرض جات مراته ولأمر ما اخفت هذا الجواب اللي فيه القبول، يعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، قرينة، ويمكن اثبات عكس ذلك. والله انت بعت قبول، لكن يثبت بقى بكافة طرق الاثبات ان انا ما استلمتش، مش انا اللي موقع القبول، وقع واحد تاني خد الجواب قطعه. ما هي معاملات مالية ذات قيمة بالملايين. تبقى واحد ياخد الجواب ويقطعه؟ لا، يعتبر القانون بقى عشان راح نفسه وصول التعبير إلى الموجب، يعني إلى موطنه قرينة على العلم به، ما لم يثبت عكس ذلك، ما لم يثبت عكس ذلك.